بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. جاء هذا الدعاء المبارك في سورة آل عمران على لسان الراسخين في العلم الذين رزقهم الله تعالى ووفقهم وهداهم إلى عدم الخوض في أمر المتشابه من الآيات، بل خشعت قلوبهم ولهجت ألسنتهم بالإيمان بالقرآن محكمه ومتشابهه، كما أخبر الحق تبارك وتعالى فقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله تعالى أنزل القرآن الكريم، ومن حكمته سبحانه وتعالى إنه جعل منه آيات محكمات ومتشابهات. محكمات يعني محددة المعنى، بينة المقاصد، وهي الأصل وإليها المرجع في القرآن الكريم. وأخر من هذه الآيات متشابهات بيدق معناها على أذهان كثير من الناس وبتشتبه على غير الراسخين في العلم. ونزلت هذه المحكم والمتشابه، المتشابه عشان يجعل العلماء يجتهدوا في فهمها وفي البحث في أسرارها. فالراسخون في العلم مؤمنون بمحكمه ومتشابهه، يعملون بمحكمه ومؤمنونهم بمتشابهه. فلما آمن الراسخون في العلم بكل ما أنزل الله تعالى من المحكمات والمتشابهات، تضرع أهل العلم من الراسخين في العلم، تضرعوا إلى ربهم بأنه سبحانه وتعالى يثبتهم على هذه الهداية. لأن التوفيق اللي الإنسان بيجده في منهج علمي قويم يمشي عليه ده توفيق كبير، لأنه بيثبت بيه على الهداية. فهم رغم إن هم ربنا وفقهم إلى هذا المنهج الرشيد في التعامل مع آيات القرآن الكريم، إلا لأنهم راسخين في العلم توجهوا إلى الله ضارعين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدر الراسخون في العلم دعاءهم بالإقرار بربوبية الله تعالى ربنا، وفوضوا الأمر لله وسألوه التوفيق، لأنه هو الرب. الرب يعني هو المتولي التربية، ومن غير الله تعالى ربا؟ لا إله إلا الله. هو الله سبحانه وتعالى المربي، والتربية هي إيصال المربى إلى الكمال المطلوب له. وهنا المطلوب اللي بينشده الراسخون في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا. ده مطلوبهم، ده دعائهم اللي عايزين إن ربنا سبحانه وتعالى يجيب هذا الدعاء، رغم إنهم على علم كثير، لكن كل ما بيتعلموا وكل ما بيزدادوا من العلم بيزدادوا تواضع، وبيزدادوا سؤال لله تعالى إنه يثبتهم، لأنه ممكن يحصل زلل. فدعا الراسخون في العلم ربهم بعدم الزيغ، يعني وعدم الميل عن الاستقامة، وعدم الانحراف عن الحق. ربنا لا تجعل قلوبنا تميل عن الحق والهدى بعد ما أنعمت بالهدى وبالتثبت علينا، كما حصل مع قلوب الذين في قلوبهم زيغ، اللي هم بيتبعوا المتشابه في القرآن الذي له أكثر من تأويل وبيحتاج إلى دقة في البحث عشان يفسروه على هواهم. لا، الراسخون في العلم
عارفين ان العلم ده امانه، والقران ده لابد ان يكون الانسان فيه دقيق، يتبع المنهج القراني في فهم القران الكريم، والرشد في المنهج والرشد في الطريقه والرشد في الفهم ده توفيق، والاستمرار عليه مدد وامداد من الله تعالى. فتوسل الراسخون في العلم بسابق احسان العظيم جل جلاله وانعامه عليهم بعد اذ هديتنا. ربنا ولا تزغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني توسلوا إليه بأنه صاحب الفضل والمنة، أنه هداهم، وبعد أن وبرضه توسلوا من قبل ذلك بربوبيته ربنا. وده يدل على إيه؟ لما يتوسلوا بقولهم في دعائهم ربنا، يعني أيها المربي تولانا، تولي بقى إيه؟ هداية خاصة، هداية توفيق دائمة. وكمان توسلوا بإنك يا رب صاحب الفضل والنعمة والهداية، فتوسلوا بأكثر من وسيلة. وده دلالة على إن سؤال الله الهداية، دلالة على إن سؤال الله الهداية وعدم زيغ القلب وثبات المؤمن على وثبات قلبه على الحق، ده مطلوب مهم جدا. وأن الراسخين في العلم في تضرعهم تضرعوا تضرع كبير لحصولهم على هذا المطلب المهم. مش استأسدوا بقى أن هم على علم كبير، لا، شافوا نفسهم لا شيء، لا حول لهم ولا قوة إلا بإمداد الحي الباقي، لا توفيق لهم إلا بإمداده بتوفيقه وهدايته. فتضمن دعاء الراسخين في العلم هذا المطلب الجليل، سؤال الله تعالى الثبات على الدين القويم، الثبات على الحق، الثبات على الطريق المستقيم اللي عليه النجاة يوم الدين. ولا يكون ذلك إلا بالتوفيق من الله تعالى رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا بعد إذ هديتنا ووفقتنا لدينك وإلى الإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك، هب لنا من لدنك رحمة، أعطنا من فضلك وكرمك رحمة تثبتنا بها على دينك دين الحق، وتثبتنا على الإيمان بكتابك. والرحمة هنا في الآية رحمة عامة. ومن جميل تضرع الراسخين في العلم وتوسلهم إنهم سألوا الله تعالى بلفظ الهبة، يعني مش أعطنا، لا، هب فعل طلب من يهبوا، هب لنا من لدنك رحمة. لفظ الهبة ده يشعرك بإيه من جهة فهم اللغة؟ إشارة إلى إن ده بيتحقق، هو متحقق منه سبحانه وتعالى من محض فضل، بمحض فضل، مش واجب، لأنه ما فيش حاجة تجب على ده، كله فضل من الله سبحانه وتعالى. ربنا هي منك هبة وعطية، إذ ليس لنا الحق في أي شيء إلا ما تتفضل به علينا. ربنا ارحمنا برحمتك من أن نقع في الأهواء فتزيغ القلوب وتميل عن الحق، بعد إذ أنعمت علينا وهديتنا إلى هذا المنهج الرشيد في فهم آياتك، محكم الآيات ومتشابه الآيات. ولسان حال الراسخين في العلم إنهم بيتوجهوا إلى الله راجين متضرعين، ربنا لا قدرة لنا إلا بك، يبقى ما هم عندهمش قدرة بذاتهم، بيستمدوا القدرة والقوة من الله الحي الباقي. ولسان حالهم يقول في دعائهم وتضرعهم لولا معونة الله لنا كنا لا شيء، لابد أن نكون أو نحيا نحن بمعونة الله تعالى. ولولا معونة الله تعالى لعباده
وإمداده لهم بالتوفيق ما وفقوا وما اهتدوا، فهو الله الهادي الموفق سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سأل الراسخون في العلم ربهم هب لنا من لدنك رحمة، وجاءت رحمة جاية بالتنوين والتنكير، الكلمة ما فيهاش تعريف، بالتنوين والتنكير، وده في اللغة يدل على التفخيم والتعظيم. يعني هما مش عايزين أي رحمة، الراسخون في العلم يريدون رحمة عظيمة واسعة شاملة، وهي اللي بيكون معاها حصول نور الإيمان والتوحيد والمعرفة في القلب، فتملأ القلب بها نورا وإيمانا وتصديقا ومعرفة بالله العظيم. يسأل الراسخون في العلم ربهم رحمة تسري بها في الجوارح أنوار الطاعة والعبودية، رحمة تيسر بها أسباب المعيشة من الأمن والصحة والستر في الدنيا وسهولة الموت في سكراته. رحمة يسألها الراسخون في العلم كذلك عند السؤال في القبر، ثم رحمة تفيض بها ويفيض بها عليهم المولى سبحانه وتعالى، فيغفر بها السيئات ويزيد بها الحسنات ويضاعفها يوم القيامة، لأن الرحمة من آثارها التوفيق والدوام على الهدى في الدنيا والنعيم الأبدي في الآخرة. قال الله تعالى على لسان الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والراسخون في العلم يعني في دقة في استعمال الألفاظ وفي تدبر وتفكر، من لدنك ربنا هب لنا من لدنك رحمة، إشارة إنهم سألوا الرحمة منه جل وعلا تفضلا وتكرما، وده تأكيد على نفس المعنى بتاع هب لنا من لدنك، يعني أنت المختص الوحيد بهذا الفيض في العطاء والرحمة الشاملة العامة. وده معناه من لدنك فيها ما فيها من معاني التعظيم والإجلال لله تعالى، وإن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، لا في علم لا في طب لا في دراسة لا في عمل لا في تربية ذرية لا في وضع خطط لكذا أو كذا، لابد أن يستمد العبد من الله سبحانه وتعالى مدد التوفيق الدائم، مدد الثبات، مدد الهداية، وده معنى من لدنك، وده من حسن دعائهم وأدبهم مع ربهم سبحانه وتعالى. إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. الوهاب اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وبيأتي هذا الاسم الشريف على صيغة من صيغ المبالغة في اللغة العربية على وزن فعال، وده معناه يا من تعطي العطاءات العظيمة الكثيرة المتنوعة الخالية عن الأعواض والأغراض. يعني الله سبحانه وتعالى يعطي العباد بلا مقابل، فهو ده لسان الراسخين في العلم في دعائهم: يا وهاب، يا من تعطي بلا غرض ولا عوض، إن هذا طلبنا الذي ندعوه منك في هذا الدعاء، استجب لنا هذا الدعاء يا وهاب. في هذا الدعاء يقولون كأن لسانهم، يعني ده دعاء عظيم بالنسبة إلينا يا رب، سؤالك إنك تهدينا وتثبتنا على الحق وإنك تفيض علينا برحماتك، هذا دعاء عظيم مهم بالنسبة إلينا، لكنه يسير بالنسبة إلى كمالي
كرمك وغاية جودك ورحمتك وإحسانك بعبادك. والحقيقة إن دعاء الراسخين في العلم بهداية القلب هو تأكيد على عظيم أمر هداية القلب، وإنه ده دعاء مهم إن الإنسان يدعو بالهداية والثبات عليها، وألا يزيغ عنها، وألا يزيغ عن طريق الله المستقيم. هداية القلب مهمة لأن القلب هو أمير الأعضاء، والأعضاء والجوارح جنوده، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، إذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا اعوجت. لهذا ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نستفيد من أدب الداعين بهذا الدعاء أن التخلية كما قال العارفون تكون قبل التحلية، بمعنى أن يفرغ المكان. لو عندك إناء فيه شوائب وتريد أن تضع فيه شيئا طيبا لشراب، لابد أن تفرغه مما فيه من الشوائب أولا لتضع ما تريد من الشراب الطاهر الحلو. وكذلك القلب، هم سألوا ربهم أن يطهره من الشوائب والأذى، ويطهر القلوب من كل سيء وقبيح، كما دل ده قول المولى سبحانه وتعالى، دل على ذلك قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا. يبقى طلب الثبات وتطهير القلوب، طهارة القلوب واستقامة القلوب على الحق، ثم بعد ذلك يحلى بالحسن ويملأ بكل حسن وصحيح، وهو إيه بقى؟ هداية التوفيق الدائمة، كما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة من مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا العزيزة أون. مرحبا بالجميع، وناخد أسئلة حضراتكم سريعا. ست أم أحمد، ألو. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. أقول بس خصوص الصلاة في المسجد في الدور الثاني، يعني للستات. الصلاة في المسجد في الدور الثاني المخصص للسيدات يعني؟ الصلاة يعني بيبقى يعني على صوت الإمام، إن كان صلاة التراويح أو صلاة الجمعة. هي مش في رحاب المسجد أنتوا بتصلوا؟ يعني داخل المسجد؟ فوقيه، يعني فوق الرجال يعني. تمام. انت ده يعني معمل لك يعني انت شاكه في الصلاه عشان كده؟ يعني عايز اعرف، يعني مش بنبقى شايفين الامام، يعني بنبقى فوق. تمام، بس سامعين الصوت وفي متابعه. سامعين الصوت، بنصلي على صوت الامام تحت. تمام، حاضر. ده السؤال، في سؤال تاني؟ السؤال تاني بخصوص الوضوء، يعني للستات في رمضان، يعني غير رمضان، زي غير رمضان، او يعني يختلف، يعني لو دخلت الميه من احدى السبيلين يعني تفطر عند استعمالها للماء لغسل احد السبيلين انها تفطر. حاضر، هرد عليك. أمة الله، سلام. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. وحضرتك طيبه يا ست الكل، اتفضلي يا فندم.
استقبلش فندم. في واحد من افراد الاسره توفى وساب ولد وبنت، وبعدين في اخت مطلقه وكان معاها بنتين. انت حضرتك هتسالي مساله تقسيم ميراث؟ لا يا فندم. امال تبرعات بتطرح بها كل شهر، عايز اعرف يعني هوريك بعتك بس في حاجه حصلت يعني. فقدمنا الاسره كلها يعني تبعت كل شهر المبالغ اللي ربنا يقسمها، وبعدين الولد اتخرج والبنتين اتخرجوا، والبنت اللي هي البنت المتوفى دي اللي هي كانت بترعاهم دي عادتها من المدرسه خالص، اولى اعدادي وثاني اعدادي كل شهر. يعني هم بيجي لهم مساعدات وانت شايفه ان هم كبروا وخلاص. والبنت بقى الفاضله اللي هي بنت المتوفي دي يعني عشان بس ما توهش في التفاصيل، بس انا فاهمه المغزى من السؤال حضرتك ان هم دلوقتي كان بتجي لهم مساعدات ولغايه ما كبروا، فدلوقتي هم ما بقوش اهل استحقاق. بس فنعمل ايه في المساعدات ولا ايه؟ بس لا يا فندم، البنت ما وديتهاش تعليم، وكانت بتقول لنا كلنا انها بتتعلم بكالوريوس لغايه وصلت الدبلوم. اتاكدنا من بعد 3 ايام ان البنت قعدتها في البيت على 8 سنين، وبتخليها تخدمها، خليها تضربها، وده بشهاده كل الجيران. قال بقى بتخدم مين بقى؟ بتخدم مين؟ بتخدم عمتها اللي قاعد عندها. عمتها دي اللي كانت بتتلقى التبرعات. تتلقى ايوه يا فندم. طيب وعيالها كله خد بكالوريوس ودبلومه وكل حاجه. عيال اللي هي العامه. العامه. الولد كبر يعني ولادها هم المنتفعون بالتبرعات. هم البنت المتوفي كمان. لكن البنت خلتها في البيت تخدمها وما لقيناش، تكذب علينا وتقول انها في الدبلوم دلوقتي. وهي ما عندهاش اي شهاده خالص. طيب السؤال انا فهمت. يا فندم نقول للناس، كل الناس اللي كان بيدوا ما يدوش ولا كده غلط، بنقطع حاجه. حاضر. يكون ليهم نصيب. شكرا فيها. شكرا. يا استاذة ساجدة بسرعة. سعدة؟ اهلا ساجدة ولا سعدة ولا سعدة؟ سعدة. السلام عليك. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي يا فندم. من جيمة 40 سنة، كنت متجوزة عروسة جديد، وكان يعني جوزي ضربني قلم كده فرضاني، فقعد يراضيني كده، حصل تجمع بيننا في رمضان. فما كانش فيه تلفزيونات ولا نعرفه دول، كنا بنسمعه حاجة ولا محتاجة. فدي دلوقتي لما سألنا وعرفنا، هو طلع كفارة 60 مسكين. وبقول عليا انا ان انا اصوم يوم. فهل حاليا انا رخصة اصوم يوم ولا طلع 60 مسكين؟ بس هو طلع ال تمام. انت بتسالي على الصيام كمان؟ تمام. ايوه فانا بسال ليه انا رخصة ليا كفاره زيه، ولا هو كفارته كده؟ طب انت صمتي اليوم ولا لا؟ نعم لا انا لسه ما صمتوش، لان انا لسه مستنيه عايزه اسال. طيب حاضر. طب السؤال اللي بتاع حضرتك التاني، في سؤال تاني؟ مرات ابني على الدورة بتجيلها، فهي دلوقتي هتتشطف والصوم بكره، فهي لو نزلت عليها هل ينفع لها الصيام؟ نزلت نقطه او حاجه تنفع الصيام، ولا لازم تفطر وترجع تتوضى؟ طب ما هي متعجله ليه؟ ما تستنى لغايه ما بعد ما تروح من عليها، بتقعد يوم ويومين كده تنقط نقطه واحده كده. تمام. بس ده في ايام الدوره يعني، دي هي لها 5 ايام، بعد ال5 ايام بتعمل دول، بعد ال5 ايام مركبه وسيله؟ لا. طيب شكرا. هنطلع لكتابنا، كتاب قلوب عامره، وبعد الكتاب نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. كتاب قلوب عامره الفكره الاساسيه بتاعته ازاي نعلم الناس كيف يتلى القران الكريم بطريقه يسيره مبسطه على الجميع. احنا بنعتمد في الاساس فعلا على طريقه التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرا، فبيبقى في بعض الاخطاء فبنصحح الاخطاء ونذكر بالقاعده. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم
آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا بيكم، وأهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي كتاب قلوب عامرة. ما زلنا في تصحيح سورة المرسلات، نجهز المصاحف، هنبدأ اليوم من الآية 29 ونصحح حتى الآية 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها ترمي بشرر كالقصر. الحديث هنا عن جهنم، نعوذ بالله منها. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، هنا الكلام لمين؟ للكفار، مشركين، المعاندين اللي جحدوا الآيات ولم يؤمنوا لا بالرسول ولا بالرسالة، فده حلهم في جهنم. يتقال لهم ارجعوا كده للي كنتوا بتكذبوا فيه أيام ما كنتوا بتكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، ارجعوا بقى كذبوا، أهو بقى حقيقة دلوقتي، أهو كنتوا زمان بيتقال لهم خلي بالكم من العذاب ولابد من الإيمان ومعاكم الآيات والدلائل، كل واحد بيقول حاجة لابد أن يجيب دليل عليها، فكل رسول جاي بالرسالة وبالأدلة على أنه رسول من فين؟ من عند الله سبحانه وتعالى، جاءهم به هذا الوحي الصادق من عند الله سبحانه وتعالى، فكان لابد أنهم يصدقوا فكذبوا. فهنا في تهكم. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. مفيش حاجة هتحوش عنهم العذاب يوم القيامة، فلا ظليل ولا يغني من اللهب. واللهب ده صعب جدا يوميها، ربنا بيوصفه أنه لهب جهنم، يعني مش نار، ده لهب، ده معناه أن النار شديدة جدا، عشان كده ألسنة اللهب كتيرة. وشوف وصف ألسنة اللهب إزاي يا آدم، قال إنها ترمي بشرر كالقص. شوف كده لما تشوف القصر، البيت الكبير الفخم الضخم، شرر جهنم قد القصر، تخيل أنت بقى الشرر بتاعها ده، وفي سرعته عامل زي إيه؟ كأنه جمالة صفر، زي الجمال اللي لونها أصفر السريعة في المشي، هو كمان الشرر بتاعها سريع جدا. فشوف المشهد ده، نسأل الله السلامة. إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها ترمي بشرر كالقصر. ترمي ليه؟ لأن الراء ساكنة قبلها مفتوح، فترمي وما وراش، ما فيش وراها حرف من حروف الاستعلاء. الراء هنا عندي ساكنة قبلها مفتوح، فهتبقى مفخمة. الراء عندي ساكنة في وسط الكلمة قبلها مفتوح، هتبقى إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها ترمي بشرر كالقصر. كأن
كأنه جمالة صفر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون اليوم ده اللي هو يوم ايه اللي عارف يرفع ايده ما هي أنس قيامة. يوم القيامة اللي هو يوم الحساب يوم الجزاء في اليوم ده انقطعت أعذارهم ما عندهمش حجة بقى ما عندهمش حجة يقولوا ده احنا ما جالناش رسل ده انتوا جالكوا رسل وجات لكم كتب معاهم وفي آيات في الكون خلق الله العظيم في أنفسكم وفي الكون حواليكم تفكروا في آية خلق الإنسان ده أي كل واحد يبص لنفسه والنعم اللي فيها عينيه وإيديه ورجليه كل دي نعم تستدعي منا لاعتبار ان مين اللي عمل ده مين اللي خلق ده الله جل جلاله الله فالايات دي لما يغفل عنها اهل الغفله ربنا بيتوعدهم ده مصيركم في الاخر فده انذار ولا مش انذار انذار عشان يرجعوا ايه لنفسهم ويفوقوا ويلحقوا نفسهم في الدنيا قبل ما ياتي ايه المصير في الاخر مفيش اعذار ولا هيقدروا يتكلموا حتى ربما ان هم من كتر الهلع والمنظر الرهيب ده هيسكتوا يتخرسوا ما عرفوش يتكلموا عشان كده ربنا بيتوعد بيقول ويل للمكذبين يعني الهلاك والويل والعذاب الشديد لذلك الإنسان الجاحد بنعم الله إلا أنا خلقت له عقل ربنا سبحانه وتعالى أنا خلقت لك عقل تفكر بيه تبص الشمس وتبص القمر آية الشمس وآية القمر وآية الكون والسماء والسحاب والجبال والمية اللي بتشربها وفي نفسك كل الأجهزة اللي ربنا مديها لك دي عشان تتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى وانت بعد كده تدعي خالق غير الله أو تكفر بالله وتجحد بآياته فيبقى هنا المشهد ده مشهد فيه إنذار لهؤلاء المكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين إن شاء الله الحلقة المقبلة بإذن الله أنتوا هتصحح معاكم وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم واجعله اللهم حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين
أهلا وسهلا بحضرتكم. ست أم أحمد بتسأل ماذا عن صلاة النساء في الدور الثاني في المسجد وعدم رؤيته فوق الإمام والمصلين، فبتقول إحنا مش شايفين الإمام لكن قلت لها سمع القراءة بتاعته، قالت لي أيوة سمع القراءة. ما دام يمكن متابعة الإمام وقراءته وحركات الإمام فالصلاة صحيحة ولا حرج في أنكم لا ترون الإمام يا ست أم أحمد. بالنسبة لسؤالك الثاني الخاص بوضوء السيدات في أحد السبيلين في أثناء الصيام، مش الوضوء، الغسل أحد السبيلين أثناء الصيام، ما عليه الفتوى إن دخول الماء والحرك ده تقصديه في الدبر أثناء الصيام لغسله، أنت بتغسلي المخرج فقط فهو لا يفطر لأنه لا يصل إلى الجوف عند الفقهاء، وكمان لأن دي يعني ليست المداخل المعتادة يعني، فأنت بتغسلي المخرج فقط دون مبالغة فلا شيء فيه صاحبة السؤال مع تطهير الموضع. ست أمة الله بتسأل إن في عمة بيجيلها يعني ناس بيساعدوها عشان ولاد أخوها هي بتربيهم، فهي خدت الفلوس تصرفهم على ولادها وعلى نفسها، فهل يخبروا الناس بهذا الأمر وخدت البنت بتشغلها عندها ولا تنفق عليها ولا تعلمها ولا شيء؟ إذا كان الأمر زي ما حضرتك تفضلتي في السؤال فطبعا يجب إخبار من يتبرع بهذا المال عشان الأمر يكون على بينة، مش إحنا نقول ده هي بتعلم البنت وبتربيها وبتجهزها وبتنفق عليها وبعد كده نبص بتنفق الفلوس على ولادها أو على أخ واحد من ولاد أخوها والبنت لا تنفق عليها والباقي لا تعطيه والباقي بتديه تجامل به نفسها وأولادها، فلابد من الإخبار، يجب إخبار الذي يعطي المال. بالنسبة لي السؤال الأستاذة ساعدة واللي بتقول إن هو وهي في بداية زواجها بتقول كنا أفطرت أنا وزوجي بالجماع في نهار رمضان فهو طلع الكفارة وصام اليوم، هل علي الصيام والكفارة؟ الفدية الكبرى بتلزم الزوج فقط اللي هي صيام 60 يوم، وبعد كده مش بيقدر بينتقل للإطعام اللي هو 60 مسكين لو يعني لم يستطع يعني الصوم، وبيلزم الزوج والزوجة قضاء هذا اليوم مع التوبة والاستغفار، يبقى علينا قضاء اليوم. النواحي الخاصة بالكفارة الكبيرة يقوم بها الزوج وهي بالتدريج زي ما شفت، وقضاء اليوم يجب عليكم انتوا الاثنين والتوبة الاستغفار لمخالفة الأمر الإلهي في هذه المسألة يا أستاذة سعدة. وإحنا في شهر المغفرة والرحمة نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. الست سعدة برضو ليها سؤال تاني، إن مرات ابنها عليها الدورة الشهرية بتيجي في الآخر يبقى في نقاط أو نقط من الدم ولم تطهر بعد، هل هي تغتسل وتنوي الصيام؟ يجب التأكد من حصول الطهر تماما، النقاء التام، القطعة اللي تستقبل هذا الدم تكون بيضاء لا شيء فيها يا صاحبة السؤال. ما ينفعش نقول لا أصل هي بتقعد أول كام يوم تنزل وبعد كده تبتدي تنقط، ما هو ده من الدم، وبعدين هي مش مركبة وسيلة، وربما يكون عدد أيام الحيض بتاعها أكتر من 5 أيام، هو مش قاعدة يعني إن كل السيدات 5 أيام، في 4 في 3 في 6 في 7، طهر التام اللي يكون بعده إن شاء الله الاغتسال والاستعداد لنية الصيام يا صاحبة السؤال. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن ترزقنا قلبا صحيحا سليما وخلقا مستقيما ونفسا قانعة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك اللطف فيما جرت به المقادير، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نحن وجميع ذرياتنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين أجمعين. نستودعكم
عناية الرحمن الرحيم.